تقوم مديرية مرور محافظة نينوى بنشر ضباط ومنتسبي البلدة في جميع تقاطعات المحافظة، وبدورنا أيضا نشرف على هذه المفارز المرورية بشكل مستمر صباحا ومساء، وأيضا نقوم بتوعية سواق المركبات بخصوص قانون المرور الجديد الموافق المصدق من قبل نواب المجلس النواب العراقي في 5/5/2019، ونحن جادين في تقديم أفضل خدمات للأخوة المواطنين في محافظة نينوى، وبالتوجيه من معالي السيد وزير الداخلية المحترم والسيد مدير العام المحترم، أيضا نقوم بتوجيه الأخوة المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور. باشرت تنفيذ قانون المرور الجديد والمصالحات المرورية حتى يقلل من الحوادث التي تصير داخل مدينة المرور. نعم، تاريخ 6/10/2019 سنقوم بتنفيذ قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 5/5/2019، وإن شاء الله نكون نقوم بتنفيذ القانون بشكل جدي وواضح، ونتعامل مع المواطنين التعامل حسن حسب توجيه معالي السيد وزير الداخلية والسيد مرور عام المحترم. المفارز منتشرة بالجانب الأيسر والأيمن؟ نعم، كل المفارزنا منتشرة بجانبي المحافظة الأيسر والأيمن وجميع تقاطعات المحافظة، وتقوم مديرية البلدة بدورها الجدي والواضح في تنفيذ قانون المرور في قواطع وتقاطعات المحافظة. أستاذ المواطن يتساءل أين وصل المشروع الوطني؟ إن شاء الله المشروع الوطني عن قريب العاجل بتوجيه من معالي السيد وزير الداخلية والسيد مرور العام المحترم، إن شاء الله في القريب العاجل سنقوم بافتتاح المشروع الوطني. تم إيصال الكابل الضوئي وتم اللمسات الأخيرة، إن شاء الله في القريب العاجل نعلن عن مشروع افتتاح المشروع الوطني إن شاء الله. مدة محددة؟ تقريبا إن شاء الله، احنا بس بقى أمور يعني بسيطة فنية. المشروع الوطني يضمن تجديد الإجازات. نعم نعم نعم، تجديد الإجازات وتصغير السيارات وتسجيل المركبات الحديثة المنافس واللوحات، أيضا جميع مراحل المشروع الوطني تطبق إن شاء الله. رسالة توجهها للسواق والمواطنين؟ رسالة توجهها لأخوة سواق المركبات، التعامل الحسن مع ضباط ومنتسبي المرور، لأنهم يقومون بأداء خدمة شريفة للأخوة المواطنين، وأيضا أوجه أخوة الضباط ومنتسبي المرور أيضا بالتعامل الحسن مع المواطنين وسواق المركبات.